في عز مرحلة العلاج الكيميائي، اللي هو الواحد بيبقى فيه متنفخ جداً، بشرته تعبانة، شعره خارج. جالها الداء الخبيث بعد ولادتها وما لحقتش تفرح، وخبت تعبها عن كل الناس وبطلت تمثل واعتزالها الفن مرهون بالشفاء. وموقف غريب من محمد صلاح دعمها في تعبها. كندا علوش مش هتصدق اللي حصل معاها وازاي اكتشفت تعبها بالداء الخطير، وايه رد فعل عمرو يوسف بعد ما عرف تعب مراته كندا واللي اتجوزها بعد قصة حب كبيرة جدا. في عز مرحلة العلاج الكيميائي، اللي هو الواحد بيبقى فيه متنفخ جدا، بشرته تعبانة، شعره خد إليك، وخلف منها طفلين. وإيه الطلب اللي طلبه منها محمد صلاح لاعب ليفربول؟ كندا علوش طلعت لأول مرة واتكلمت عن قصتها مع الداء الخبيث اللي اكتشفته بعد ولادة ابنها كريم. وقالت كندا: بعد 9 شهور من رضاعة ابني كريم حسيت إني عندي مشكلة، ولما اكتشف عرفت إني عندي الداء الخبيث. تلقيت الخبر بهدوء وما انهرتش، وعمر جوزي كان مرعوب أكتر مني. أنا وماما تعبنا من نفس مرضي، وبعدين رديت وقلت الحمد لله، وبقيت اروح انا وماما ناخد الكيماوي مع بعض، والكلمه اللي كانت على لساني هي الحمد لله. شعري وقع بنسبه 60%، واشتريت باروكه لكن ما لبستهاش، وقررنا اننا مش هنقول خالص ولا هنعلن علشان مش عاوزه اقلق الناس ولا احبطهم. وطبعا كان لازم الجمهور يسال عن دور عمرو يوسف في تعب كندا علوش وازاي اتعامل مع الموقف ده. وقالت كندا: عمرو لما عرف تعبي كان خايف اكتر مني، وقررت انا وعمرو اننا مش هنعرف حد. وعمرو كان بيوصلني الجلسات ويقول لي اني لازم حد يقعد معايا في المستشفى، كنت بخلي عمرو هو اللي يجي معايا، كنت عاوزه امشي الرحله بنوع من الانغلاق. عمرو كان دايما داعم قوي جدا ليا لانه شخص ايجابي وما بيستسلمش للحزن، وكل ما يشوفني هقرب من الحته دي يرجعني تاني. هو كان معايا في المستشفى وفي رحله العلاج، كان بيخفف عني وبيسمعني وما بيسيبنيش استغرق في الخوف. عمرو لما بيكون عنده مشكله في الشغل ما بيحبش المشاكل تيجي معاه البيت. انا شخص أكثر حساسية وميول للحزن، وأنا أخدت منه من بداية ارتباطنا إزاي أتعامل مع الأزمات، وأنا مش معتبر تعبي أزمة وبتعامل معاه بإيجابية. أما بقى بخصوص محمد صلاح، كندا قالت محمد صلاح كلم عمرو يوسف وكان عارف إصابتي بالمرض، وقال له: لو عاوز تيجي لندن تكمل باقي التحاليل ما عنديش مشكلة، لو عاوز تيجي لندن في أي وقت لاستكمال العلاج أنا جاهز. محمد صلاح كلمني مرتين وقال لي: أنت ليكي عيلة تانية في مصر، إن شاء الله الأيام اللي جاية حالتك الصحية تتحسن. ومن وقت ما قالت كده كندا وهي احتلت ترند وبقت حديث الناس على كل منصات التواصل الاجتماعي. لو اتكلمنا عن كندا هنلاقي ان اسمها بالكامل كندا مازن علوش، واتولدت في مدينة حما سنة 1982. والدها كان دكتور ووالدتها مهندسة. بدأت موهبة كندا في التمثيل تظهر لما كانت بتشارك في عروض بسيطة جدا على المسرح الجامعي، وبعد ما اتخرجت بدأت في دراسة النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وبعد تخرجها اشتغلت مساعد مخرج في المسرح. اتجوزت لمدة 8 سنين وبعدين انفصلت، وعاشت قصة حب كبيرة جدا مع الفنان عمرو يوسف، واتجوزوا وخلفوا طفلين، واختفت عن الأنظار لحد ما طلعت وأعلنت خبر تعبها، وفي النهاية بنتمنى ليها الشفاء العاجل.